الوقوف عندها، ولكن بداية هل تعتقد وفق المعطيات الجديدة التي تحدث الآن في أديس أبابا بأن هذه المحادثات بدأت تتعثر، أم أنه مسار طبيعي لأي محادثات على هذه الدرجة من الأهمية؟ هو حسب قرار مجلس الأمن هذه بداية، ضربة البداية، لأنه مجلس الأمن حدد 3 أشهر لإنفاذ هذه المفاوضات، ولكنها ستكون صعبة نسبة لأن الطرفين يعتقدان أنهم مساقان إلى هذه المحادثات سوقا بعصا مجلس الأمن وبالعصا الأمريكية، والدخول المفاوضات ليس نابعا من مطلوبات حقيقية داخلية. وبالنسبة للجنوب فليس هناك جنوب واحد، هناك جنوب أبيي الذي لا يرى هناك أسبغية غير أسبغية أبيي، وهنالك جنوب مشروع السودان الجديد الذي يرى أنه لا تفاوض مع المؤتمر الوطني، وأن المشكلة في الجنوب والشمال، ويريد المؤتمر الوطني كنظام حاكم في السودان، وهنالك الجنوب الذي يريد أن يصل إلى حل، ولكنه يبدو أنه أضعف حلقة في هذه الحلقات الـ3. ولذلك رغم أن الظروف في الجنوب صعبة جدا، وأن هذه الحرب حرب استنزاف، استنزاف نفسي واستنزاف اقتصادي واستنزاف عسكري، لكن نحن نرى الآن المئات يضربون عن الطعام ويفضلون الموت على بقاء بعض الأوضاع على ما هي. فلذلك أظن أن هذه المفاوضات ستكون صعبة، ويبدو أن المفاوض الجنوبي أراد أن يربك المفاوض السوداني حينما رمى بقضية بورقة الخريطة المعدة، مثلما أربك المفاوض السوداني حينما رمى ورقة الحريات الأربعة في المرة السابقة وعقب ذلك الدخول إلى هجرة. طب ما الهدف من ذلك بروفيسور؟ يعني الناطق باسم الوفد السوداني المفاوض يعني انتقد الأوراق الجديدة التي طرحتها دولة الجنوب للتفاوض، كما ذكرت الخريطة وتوسيع دائرة التفاوض أيضا لتشمل ملفات لم تكن موجودة من قبل. ماذا تريد دولة جنوب السودان من هذه الإرباكات التي تحدثت عنها؟ واضح، وهي حرب، هي تريد أن تصل حرب الاستنزاف الاقتصادي إلى ما يسمى بالتشين رياكشن، إلى التفاعلات المتسلسلة والمتتابعة، بمعنى أن يؤدي ذلك إلى تحريك الشارع السوداني ووقوع حالة من العصيان المدني والاضطرابات السياسية نتيجة للغلاء وارتفاع الأسعار، وكذلك نتيجة لاستنزاف الجيش في حرب كبيرة. وطبعا الجيش السوداني يعني يقوم بعمل أسطوري رهيب، لأنه يحارب لما يتجاوز الآن 20 سنة في مناطق لا فيها كهرباء لا فيها ماء لا فيها حياة، لكنها من ناحية الجيوبوليتكس مناطق استراتيجية. فلذلك هم يراهنون على هذه المسألة ويفضلون الموت على الوصول إلى حلول مع السودان، لأنهم يعتقدون أن الوصول إلى حلول مع المؤتمر الوطني معناه موت الجنوب، لأن أو موت ما يسمى مشروع السودان الجديد، ولأنهم يعرفون أن الوصول إلى حلول معناه انشقاق الجبهة النخبوية الموحدة التي تحكم الجنوب من أبناء أبيي وأبناء مشروع السودان الجديد والمجموعات الأخرى التي تريد الاستقرار والسلام. نعم، ولكن بروفيسور يعني كما ذكرت بأن هناك ضغوطات كبيرة، يعني نرى الآن بأديس أبابا وكأنها خلية نحل من الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإلى ما هنالك والاتحاد الأفريقي أيضا. يعني كل هذه الضغوطات هل هي ضغوطات حقيقية على جنوب دولة جنوب السودان، أم أنها ضغوطات شكلية، أم أن جنوب السودان لا يعبأ حتى بهذه الضغوطات؟ أولا أمريكا ليست شيئا واحدا. صحيح أن حملة أوباما الانتخابية
تريد الحفاظ على السلام في السودان، لأنه في سياسات الخارجية هو المشروع الوحيد الناجح. أفغانستان هزيمة، العراق هزيمة، الأمور في سوريا غير واضحة، ملف السودان نفسه تأخر في الأجندة الدولية، وملف دارفور. ولكن هناك تيار في الإدارة الأمريكية أيضا قوي، وهو من الحزب الديمقراطي نفسه، بندرغاست و جون كيلي ومجموعات أخرى، ترى أن تقول للجنوبيين اصبروا 5 أشهر، الانتخابات ستكون في نوفمبر، وبعد الانتخابات سيكون لكل مقام مقال، وأن نحن أولوياتنا هي إسقاط النظام السوداني. فلذلك هي حرب حول الخرطوم وحرب في الخرطوم وعدوان على الخرطوم، وليست مجرد يعني مفاوضات ومسائل تتعلق بترسيم الحدود والمسائل الأمنية، هذه كلها ممكن في ساعات تنقضي. لكن أمريكا الآن الصحيحة الرسمية تريد انتهاء الانتخابات دون مشاكل، لكن هنالك أمريكا أخرى تقول يعني give a war chance، يعني أعطي الحرب فرصة، والحرب ما تزال في مراحلها الأولية. نعم. طب الرئيس البشير جدد في خطابه استعمال مفردات الدفاع والحرب، يعني هل هذا الخطاب يعكس أجواء أديس أبابا أم أنه رسالة إلى المفاوضين الجنوبيين ومن ورائهم دولة الجنوب على أن السودان لن يتراجع عن أولوياته؟ طبعا الرئيس البشير لا يريد أن يمني الناس الأماني، ويعلم أنه يسير على حقل الغام، وأن الحكومة السودانية تسير على حقل الغام، وأن الموقف الاقتصادي صعب، وأن طريق الحرب طويل، وأنه ليس بالأماني تحل القضايا، وأنه يجب أن يضع الشعب ويضع النخب أمام الحقائق، سواء كانت الحقائق السياسية أو الحقائق الاقتصادية. الحقائق الاقتصادية صعبة جدا، أو الحقائق الاجتماعية. وإذا كان هنالك رسالة أيضا على الرئيس البشير أن يقود السودان في اتجاه الإصلاح وفي اتجاه التغيير، دون أن يضع الحسابات الضغوط الدولية والضغوط الخارجية، حتى يكون أي إصلاح أو أي تغيير في الداخل ثمرة للمطلوبات الداخلية وليس نتيجة للضغوط العدوانية أو الضغوط الخارجية. نعم البروفيسور حسن مكي الخبير في الشؤون الإفريقية، أشكرك جزيل الشكر.